يعتبر كانت واحداً من أبرز المفكرين الذين أسهموا في تشكيل مفهوم التنوير. في فلسفته يشير هذا المصطلح إلى فترة تاريخية وفكرية تتميز بالتحول من القيم والمفاهيم التقليدية والموروثة إلى الاعتماد على العقل والتفكير الذاتي. بالنسبة لكانت يمثل التنوير استخدام العقل البشري بشكل حر ومستقل، ويعني أيضاً تحرير الفرد من الوصايا الدينية والسياسية التقليدية التي قد تكبل حريته وتقيده، وهو تنوير يشجع على الفكر النقدي والتفكير الذاتي. هذا الفكر النقدي يتيح للأفراد تقبل الأفكار والمعتقدات بناءً على ما يعتقدون أنها منطقية وصحيحة، بدلاً من الانحياز الأعمى للسلطة أو التقاليد.